الرياضة بدأت في مصر من زمان، يعني موجودة من 2007. كانت بدأت بمجموعة من الشباب جمعوا نفسهم وقالوا إن في أمريكان فوتبول اللي عايز يجي يلعب يجي. ظهر في الوقت ده حوالي 150 لعيب وبدأ عدد الناس يزيد. بدأوا منهم من بعض ينظموا دوري وفرق ويبدأوا يتمرنوا وكده. بمرور الوقت حصل في 2009 نادي وادي دجلة تبنى الموضوع وأنشأ أكاديمية وعمل 3 فرق وماتشات دوري وجابوا لهم اكويبمنت وجابوا لهم بقى مدربين امريكان والكلام ده كله. وكان دي بدايه ان اللعبه تمارس بشكل بروفيشنال يعني جوه مصر. حصل بالفعل، اخذنا عضويه الاتحاد الدولي شهر 7 2014 وشاركنا تصفيات كاس العالم شهر 12 اللي فات. وحاليا عندنا 7 فرق في الاتحاد او في الائتلاف، هو لسه ما اصبحش اتحاد رسمي، بس احنا قعدنا مع دكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضه، كانوا متفاهمين جدا وكان عجبهم الفكره ووعدوا ان الموضوع ان شاء الله هناخد فيه ستابس يعني انه يبقى فيه اتحاد رسمي للعبة في مصر. مش مجرد لعبة الناس بتخبط في بعض خلاص، هي عبارة عن ناس بتفكر فيها خطط كتير أكتر من الكورة بكتير. لعبة لكل الناس، يعني أنا أفتكر إن واحد من اللعيبة جه قال أنا عمري ما نفعت في رياضة في حياتي، ودي الرياضة الوحيدة اللي أنا نفعت فيها. هي رياضة لكل الأحجام ولكل سن، يعني عندنا عمار من 15 سنة لحد في ناس عندنا واحد عندنا 42 سنة وجاي وعايز يلعب عشان هو لعب وهو صغير. اللعبه كمان بره مصر بتبدا اقل من كده، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله بقى دلوقتي. الليسته بتاعت اللي هو الروستر عندنا يعني بياخد حوالي 45 لعيب حسب القانون الاتحاد الدولي، احنا عندنا كذا قانون ممكن نمشي بيه، فاحنا ماشيين بقانون الاتحاد الدولي 45 لعيب. بيبقى فيه 11 لعيب في الهجوم، 11 لعيب في الدفاع، وفي 11 لعيب اسمه سبيشال تيمز. فده حاجه كويسه انها بتاخد عدد كبير من اللعيبه. انا بدات اللعبه في سنه 90، كنت في ولايه تكساس ولعبت لحد ما 98 تقريبا. كانت هيتاجع مصر بقى بشوف عائلية بس، وكنت بروح بقى رايح جاي على أمريكا، كنت بروح بقى بتمرن معاهم واجي لحد ما كانش ينفع بقى اتمرن بعديها. فجيت مصر واكتشفت اللعبة بالصدفة ان هي موجودة، وبدأت بقى ان انا اخش في السكة. مسكت تيم اللي هو بتاع الجيزة، كان في 5 بني آدمين تقريبا او كده. كبرت التيم وكبر الحمد لله، ودلوقتي ودخل في البطولة ودلوقتي بقى تيم مستقل. بالنسبة لللبس وتكاليفها، هي اللعبة تكاليفها مش غالية في اللبس، يعني هو بالظبط بنتوقف علينا 190 دولار 200 دولار ما يعادل يعني 300 جنيه بس، ده عشان هي بتيجي من بره. احنا عندنا دلوقتي 6 فرق في مصر، وفي اكشلي 7 موجود مقسمة مناطق، فكل فرقة فيها افريج من 30 ل 50 واحد. اكبر فرقة هي الجامعة الألمانية، فيها حوالي بتاع حاجة 60 واحد لو ما كانش اكتر لو انا فاكر صح. وفي فرقة جديدة بتاعت الـ AUC اللي هي الجامعة الأمريكية، وفي فرقة فان شامبس. وريسنتلي كمان موجود ان في المحافظات، يعني في اسكندرية في فرقة موجودة بتحاول تقوم، وفي فرقة موجودة في الإسماعيلية. الدوري بدأ في أول 4 عن طريق 5 فرق اللي استضافته ملعب الجامعة الألمانية. فرق مثلت الجامعة الألمانية، جامعة في 6 وجامعة MSA في 6 أكتوبر، فريق الكايروز في الجيزة بيمثل منطقة الجيزة، فريق من الرحاب، وفريق من دار المدفعية مدينة نصر. اللي خد الدوري فريق الجامعة الألمانية. يعني هو أول ماتش عملناه بحضور جماهيري كبير كان ماتش مصر والمغرب، ده كان في 13/12 في 2014. حضر الماتش ده حوالي 3000 متفرج، ولأن ساعتها وقف الناس بره المعنى ان هم يدخلوا خايف عشان الاعداد الجماهيريه كبرت جدا. يعني ما حدش كان متوقع الاعداد دي توصل، يعني ما كانش في مكان الناس تقعد فيه من كتر الاعداد الكبيره، وكتر الناس بتقعد تيجي تشجع، وكل الناس بقى عندها خلفيه عن اللعبه كبيره جدا. كان في كاس عالم والناس كلها كانت بتحلم، واحنا كنا حاسين ان احنا طب ليه ما عندنا القدره ان احنا نلعب وننافس على حاجه زي كده. فدخلنا على طول في الموضوع وبعتنا، لقينا الموضوع مش ما كانش صعب. يعني هو الميزه كمان في الوقت ده ان ما كانش فيه في افريقيا كلها دول عندها امريكان فوتبول غير مصر والمغرب. فالاتحاد الدولي كان برضه متحمسين للموضوع وكان عاجبهم فكره ان لا ممكن نزقكم ونساعدكم، حتى لو الموضوع لسه ما تقننش بشكل الصح بتاعه في مصر، بس ممكن ان هم يساعدوا الموضوع عشان يبقى فيه امريكان فوتبول في افريقيا. وبالفعل يعني دي كان اول مره يتلعب امريكان فوتبول في تاريخ اللعبه، يعني يتلعب في افريقيا. كان الماتش ده اللي هو ماتش مصر والمغرب طبعا هنا في القاهرة شهر ديسمبر. ما عندناش ناس فاهمة كتير اللعبة ان هي تعمل كوتشنج للناس، فدي اول مشكلة موجودة فبنحاول نحلها. ان احنا بنقوم اكاديميز ان هي تقوم كوتشز يبقوا فاهمين يعني ايه، يعملوا هم يدوا للناس دي توعية للعبة، يبقوا فاهمهم يمرنوهم.
وفي نفس الوقت ان هم يبقوا ناس تبقى الحكام. دي من مشاكلنا، عشان لو حكام في اللعبه في الدوري نحتاج نجيب ناس من بره، وده تكلفه عاليه جدا. وخلي بالك ان كل اللي احنا بنصرفه كله مجهود ذاتي، يعني اللعبه بتدفع نفسها لحد دلوقتي، واللعبه دي ما كانتش هتكبر من غير الناس. لا، امريكان فوتبول الناس فاكراها ان هي جزء اللي هو اسمه التاكل فوتبول بس، اللي هو بيبقى الناس بتشوفه ضرب. لا، هو اللعبه بتتقسم لنصين، تاكل فوتبول وفلاج فوتبول. فلاج فوتبول احنا برضو كنا اول ناس نعمل فلاج فوتبول، معتبر في افريقيا وفي العرب كله. فلاج فوتبول ده عباره عن ان اللعيبه بتحط زي اتنين فلاجز في الجنب، ووظيفتك من غير ما تلمس حد، من غير ما توقع حد او تخبط حد او اي حاجه، انت بس بتشد الفلاج ده. مجرد ما تشد الفلاج اللعبه بتقف وتكمل من المكان اللي وقفت منه. برضه بتحاول تكسب ياردز انك توصل وتجيب بوينتس وتكسب الماتش ده. في جزء السوشيال اللي احنا بنحاول نعمله، ان الناس تفهم هو احنا حاطين عشان الاعمار الصغيره دي هنبني كيان بني ادم، وهو ده الحل اللي عليها في بره مصر. ان هم بيبنوا لعبه عنيفه زي كده، هو مفروض ان هي عنيفه، بس هم بيبنوا ان هو لا، من صغرهم بيتعلموا الاخلاق، بيتعلموا ازاي ان هم اللي يقع على الملعب يشيلوه، ان هو يبقى ريسبونسبل بقى بره الملعب وجوه الملعب. كل ده من سن صغير هم بيتبني فيه. ده اللي احنا بنحاول نعمله، عشان احنا شغالين في اعمار كريتيكال جدا، اللي هو يا اما يطلع بني ادم ريسبونسبل وعارف يعني ايه رياضه، وعارف يعني ايه البني ادم اللي جنبه يحافظ عليه، وعارف يعني ان هو مهما كان على الملعب ما ينفعش يتعصب، عشان هي فيها احتكاك كبير جدا. ما ينفعش ان هو يتعصب على اللي جنبه ولا يتعصب على اللي قدامه، عشان هي يعني دي الببليستي في اللعبه. دلوقتي بنستعد نعمل اول ماتش دولي، بنرسل كذا فريق، وهم كذا فريق كلمنا انه عايز يلعب فريق منتخب مصر. بنسبه كبيره هيبقى في رمضان يعني ان شاء الله. في ناس ما تعرفش ان احنا عندنا ناس اصلا محترفه بره مصر، عندنا ناس في امريكا، وعندنا ناس في سويسرا وفي اوروبا، وعندنا ناس كتير جدا محترفه بره وفاهمين يعني ايه فوتبول، بيقروا وبيذاكروا، وفي ناس واخده سيرتيفيكتس من بره للتدريب والحاجات دي كلها، بس العدد مش مكافي. طلباتنا من وزاره الشباب والرياضه الدعم ده يستمر الفتره الجايه، ويزيد كمان ان احنا نعمل اتحاد رسمي مشهر زي ما اتكلمنا مع دكتور اشرف صبحي في الموضوع ده، وان هم برضو يساعدونا في موضوع الملاعب. موضوع الملاعب دلوقتي بقى صعب شويه، عشان موضوع ممنوع دلوقتي الحضور الجماهيري، وملعب استاد القاهره ممنوع حد يلعب فيه ماتشات الفتره دي عشان الصيانه. الجامعه الالمانيه عرفت ان هي عشان عندهم الريسورس ان هم يجيبوا كوتش من بره، جابوا كوتش من امريكا وجابوه للليج كله او للسيزون كله. الفرق الثانيه في ناس ما عندهمش امكانيه، عشان هم بيدفعوا فلوس ملعب، يعني جار ملعب ده مش رخيص، عشان هو الملعب المطلوب مش ملعب خماسي مثلا صغير زي ملعب كوره، لا لازم ملعب كبير. فايجار الملعب كتير قوي في الشهر، فاللعيبه بتدفع كام ده من جوه، فان هي تبقى كمان بيبقى معاها فلوس ان هي تجيب مدرب، الموضوع صعب شويه. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا ان شاء الله هننشئ الاكاديميه دي، ان هي نبدا نمرر الناس، ان هي تعرف ازاي ان هي تدرب، نفهمهم ازاي يمسك فريق، ازاي ان هم يعلمهم ايه الاي بي سي بتاع الامريكان فوتبول. الناس اللي عايزه تقدر تنضم لينا تقدر عن طريق انها تدور علينا على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك اسمها FF Egyptian Federation of American Football، يراسلونا واحنا هنقول لهم يقدروا ينضموا لانهي فريق حسب موقعهم الجغرافي عشان نساعدهم.